أفخايا أدراعي بقى متحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في سنة 2013 نشر تدوينة على تويتر قال فيها 40 عاما على حرب يوم الغفران، رسالة رئيسي الأركان أو رئيسي الأركان خلال الحرب، واليوم سوف نتعلم من تجارب الماضي وسوف نبقى مستعدين. دي التويت اللي كتبها في 2013. النهارده بقى أفخاي أدراعي اللي هو دايما بيحاول ان هو يتواصل مع العرب والمصريين بشكل خاص، كان على صفحته على الفيسبوك عمل شير لاغنيه مفيش صاحب بيتصاحب، ويعني دي الاغنيه اللي هو اختارها النهارده عشان يحيي بيها ذكرى اكتوبر، اللي هي بالنسبه له يعني احنا بالنسبه لنا احنا نصر اكتوبر وبالنسبه لهم هم هزيمه اكتوبر. خلونا طيب نقول لحضراتكم ان احنا لازم نفضل فاكرين ده وحافظينه كويس ونفضل فاكرين ان احنا انتصرنا زي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه. طيب الصحافه بقى الاسرائيليه بتقول علينا ايه النهارده او بتقول علينا ايه عن حرب اكتوبر النهارده؟ زميلنا محمد بحيري هو الخبير في الشان الاسرائيلي، ممكن يقول لنا ويقرا معانا الصحافه. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا، مساء الخير. اولا كل سنه وحضرتك طيب، وقول لي ايه اللي شفته في الصحافه الاسرائيليه النهارده. اولا نتوجه بخالص التهنئه لقواتنا المسلحه العظيمه ونعبر لها عن شعورنا بالعرفان والجميل لاعادتها الكرامه العربيه كلها في انتصار حرب اكتوبر 73. ثانيا كان من اللافت للنظر، انا بتابع الشان الاسرائيلي طبعا على مدار ال 20 عاما الماضيه كلهم، وكان اللافت النهارده من اول مره من 20 سنه على الاقل يتم تجاهل ذكرى حرب اكتوبر في كافه وسائل الاعلام الاسرائيليه في اطار تعليمات من اجهزه الامن ووزاره الدفاع الاسرائيليه التي يراسها حاليا افيكتور ليبرمان الذي يوصف بانه يميني متطرف، وفي اطار سيطره الشارع اليميني الاسرائيلي على الساحه السياسيه الان صدرت قرارات سريه بعدم تناول اي شيء عن حرب اكتوبر، وهي المره الاولى التي لم يتم فيها الكشف او استعراض اي وثائق سريه كما كان معتادا في السابق عن حرب اكتوبر وكوانسها. يعني في تصورك ليه ده حصل السنه دي؟ ده حصل طبعا، هم اولا فكره ان الجيش الاسرائيلي الان بيمر بمرحله تحول من جيش تقليدي الى ما يسمى الجيش السريع الخفيف الذي يركز الان تسليحه على ما يسمى بالحرب الالكترونيه، حيث تم تخصيص قسم كبير من ميزانيه الجيش الاسرائيلي للحرب على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، سواء من خلال جمع المعلومات التي للاسف يتطوع بها الكثير من الناشطين او المصريين، يعني سواء عن سذاجه او عمد فيما يتعلق باسرار الدوله المصريه والدول العربيه عموما. هذا من جانب، والامر الثاني طبعا هو سهوله اشعال الفتن في الدول العربيه حتى بات الكثير منها كما نرى الان يعني ضحيه للفوضى للاسف وعدم الاستقرار، كما نرى الامر في سوريا ولبنان واليمن وتونس والسودان وليبيا والعراق طبعا بطبيعه الحال. كل هذه الامور جعلت الصوره التقليديه للجيش الاسرائيلي لم تعد يعني مناسبه للوضع الحالي، الامر الذي يعبر الان عن الساحه الاسرائيليه عن حاله من حالات الدعم الاسرائيلي للجيش الاسرائيلي في هذا التوقيت الحساس. الامر الثاني طبعا هو التحجج والتضرع بفكره الانشغال برحيل الرئيس الاسرائيلي السابق تاسع رئيس دوله اسرائيل شمعون بيريز. دي ممكن تكون مساله مؤثره للدرجه دي؟ ايه؟ دي ممكن تكون مساله مؤثره للدرجه دي في ان هم يتجاهلوا الحرب؟ يعني احنا شايفين النهارده مثلا أفخاي أدراعي عامل شير لاغنيه مفيش صاحب بيتصاحب. يعني انا شخصيا اعتقدت ان أفخاي أدراعي المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي كان يعني يهدي هذه الاغنيه الى الولايات المتحده الامريكيه لانها يعني تركت اسرائيل عرضه للهزيمه في اكتوبر 73، يعني انا اخذتها على هذا المحمل. المشكله ان هناك حاله من حالات الدعم في الشارع الاسرائيلي للجيش الاسرائيلي في الوقت للاسف الذي يتطاول فيه البعض او يسعى الايقاع بين الشعب والجيش المصري في هذا التوقيت الحساس عبر الاساءه اليه او استخدام التقارير الاجنبيه التي نعلم من يقف وراءها في مثل هذه المراحل الحساسه. الحديث عن حرب اكتوبر اليوم يعني لم يزد عن ثلاثه مواضع تم الاشاره فيها يعني مرور الكرام فقط في ثلاثه مقالات. بعضها تحدث عن فكره
أننا لم نستوعب الدرس، وأن الإسرائيليين يعني لم يستوعبوا الدرس. ولفيك مقال آخر يتحدث عن أن مفاجأة حرب أكتوبر لم يصنعها الجيش المصري، وإنما صنعها الجيش الإسرائيلي بنفسه بسبب عجرفته وغطرسته، وأنه لم يكن مستعداً أصلاً بسبب فرط غروره للدفاع عن سيناء أو هضبة الجولان السورية المحتلة. وهناك قصة ثالثة تتحدث عن جندي إسرائيلي سقط في الأسر المصري على يد الجيش المصري في حرب أكتوبر، ويعني يتم تقديمه باعتباره بطل من أبطال الصمود والمقاومة، وأنه رفض الإفصاح عن المعلومات وما إلى آخره. يعني حتى هذه الصور البسيطة تم التعبير فيها عن صور بطولات لما يسمى بالجنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر 73، وطبعا هم بيرفضوا فكرة الحديث عن يعني الهزيمة المطلقة. نعم. في العام الماضي كان هناك إصرار، يعني إصرار عجيب على فكرة أن إسرائيل لم تنهزم في حرب أكتوبر، وأن ما حدث كان يعني تمثيلية ما بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت، ومناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنذاك، وهو يعني أمر عجيب ومدهش. يمكن أهم حاجة في القصة دي كلها إن هم عندهم حساسية السنة دي واضحة جدا في صحافتهم من حرب أكتوبر. عايز أشكرك أستاذ محمد بحيري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بشكرك على رصدك وقراءتك معنا للصحافة الإسرائيلية. الصحافة الإسرائيلية متجاهلة تماما، يعني ما فيش غير ثلاث مواضع زي ما أستاذ محمد بيقول لنا، ليه دلالات وليه إشارات يمكن تبان كمان في ما فيش صاحب يتصاحب اللي كان شايرها النهارده في خي أدرع. مهم إن احنا مبسوطين وانتصرنا وبنحيي النصر وهنفضل نفتكره.